بكم ومرحبا بكم في بلدية حنايا. الله يخليك، قدمنا نفسك وقلنا على هالدورة هذه. أنا رئيس رابطة، رئيس لا ليغا. السلام عليكم، رئيس رابطة الولائية للرياضات الكروية. مرحبا بك في بلدية حنايا. نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع السلطات التي ساهمت في تنظيم هذه البطولة الجهوية، ونتمنى أن تكون في قمة الرياضات وأن تسودها الروح الرياضية بكل شفافية. كيفاش قاموا بكم هنا في بلدية حنايا ولا لا؟ عجبكم الحال ما عجبكمش؟ الحمد لله، نتمنى باش تكون بإذن الله في القمة. واش تحكي لنا على هذه الدورة هذه؟ واش المشاركة تاع 7 رابطات جهوية؟ أيوة. غليزان، ولاية غليزان، معسكر، سعيدة، ولاية وهران، عين تيموشنت، بن عباس، بكثافة كبيرة، ونتمناو باش تكون ولاية سعيدة، ونتمناو باش تكون في القمة، ونطلب من السلطات المعنية لدائرة حنايا باش يقوموا ب ان بولودروم ليسيكسيون تاع حنايا، لأنهم ماذا بك تعاود لنا هذه الفكرة هذه؟ نتمناو السلطات المعنية بتدعيم كل الجمعيات الكرة الحديدية لدائرة الحناية، وباش يساهموا بواحد المركب للنشاطات الكروية اللي راها بشكل كبير لهنا في دائرة الحناية. ماذا بك الله يخليك، قلنا كيفاش حتى تم اللعب هنا في هذا البلدية الحناية، كيف تم الاختيار؟ هذا برنامج بشكل من فيدرالية جزائرية للرياضات الكروية، والبرنامج الجهوي كانوا رفضوا لو كالندري تاع اليوم لو 11 ولو 12 باش تكون دوره جهويه بدائره حنايا. مرحبا بكم، وان شاء الله تفوت الدوره على احسن ما يرام، وشكرا. ان شاء الله يا السلطات المحلية التي أعطتنا يد المساعدة لإقامة هذه الدورة والدورات السابقة، ونود افتتاح هذه الدورة بعد الاستماع إلى النشيد الوطني.
قدام اللاعبين ونبدأ بالشخصية التي أعطت الكثير للكرة الحديدية والرياضة عامة متمثلة في رئيس بلدية الحماية سيد رحيم بوكين. عزيز احمد Good luck.
الفريق. صور جلو صور. نعطيك في الدورة الحديدية ونعطيك في الكرة الحديدية، يعني شرفتونا بزاف. وهذه ماشي غير ما دابينا تقدم لنا نفسك وتقولنا من اي مدينة. انا يوسف من مدينة وهران، مدينة وهران. مرحبا بكم. بريزيدنت انا داقوش بيدوم. يا درا تهلاو فيكم في بلدية حنايا. تهلاو فينا وفينا الطعام داونا القهوة زعما الحمد لله يا ربي. وهاد الدورة واش داني عندنا وشرفونا في هاد الدورة. كما نقول لك الحمد لله يا ربي تمنوها 100 رفيقان. كما نقول لك صافية وافية. هذه الدورة دورة جهوية فيها 12 ولاية تقريبا. انتم واش من ولاية رقم ولاية وهران. واش تتمناو في هذه الدورة هذه؟ اش نتمناو؟ نتمناو ان شاء الله كاع لي جوار وكاع لي سيبورتر، يعني شملها كاع عالميا. أيوة. يعني كيما يقول لك اللي يلعب مليح يربح مليح. ونظن هذه اللعبه هي توحد ما بين الجزائريين، ما بين يعني توحد الجزائريين وفيها تعارف. انا معروف في الكره الحديديه فيها تعارف. ايوه ايوه بارك الله بارك الله فيك. شكرا صحيت. بارك الله كل باس. ايوه Thank you.
Oh, what's she hot dog with me?